متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع، احنا معاكم من محطة ناصر، دي اكبر محطات الخط الثالث وتعتبر اكبر محطة في المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو. النهاردة اول جولة لينا، اول جولة واول فيديو للمحطة بشكل عام، والمحطات الجزء الاول من الخط الثالث اللي بتبدأ من محطة ناصر اللي احنا فيها لحد الكيت كات، هنمر بمحطة مسبيرو ومحطة صفاء جازي اللي من خلال او عشان نوصل لها بنعبر بنفق تحت النيل. طبعا كل ده بيتنفذ بشرف هندسي من الهيئه القوميه للانفاق التابعه لوزاره النقل، وبتكنولوجيا حديثه جدا بيتم تنفيذها، وده اللي هنعرفه النهارده في الجوله بتاعتنا. هيكون معانا احد المسؤولين من الهيئه القوميه للانفاق واللي المهندسه ايمان المشرفه على المشروع او مشروع انشاء محطه ناصر في المرحله الثالثه للخط الثالث، والاستشاري برضه المكتب الاستشاري هنشوف معاكم المحطه. فيلا بينا. ايمان خليل، هيئه قوميه الانفاق، مدير محطه ناصر ونائب مدير المرحله الثالثه 3A 3B. حضرتك دلوقتي في محطه ناصر، اولى محطات الجزء الاول من المرحله الثالثه، وهي اكبر محطه فعلا في الجزء الاول المرحله الثالثه بالكامل. مساحه الانشاء وصلت ل 7100 متر مسطح، وعندنا محطه ناصر محطه تبادليه مع الخط الاول، وعندنا بيخدم المحطه 6 مداخل خرسانيه وفي 3 سلالم متحركه، وعندنا في موجود لو نشوف كده في المحطه عندنا 3 تذاكر، مكاتب تذاكر بتخدم برضو اثنين. يعني الاول المداخل قلنا كام مدخل؟ عندنا 6 مداخل خرسانيه و3 سلالم متحركه خارجيه، وعندنا حضرتك عدد 52 بوابه تذاكر. فين؟ يعني ممكن نوضح كده بس للمشاهدين واحنا ماشيين اللي بيتم دلوقتي في المحطه، يعني شايفين العمال دلوقتي شغاله، دلوقتي ده الجزء اللي شغالين فيه ده ايه؟ حضرتك دوت دلوقتي في اعمال تشطيب نهائيه في المحطه، وده دلوقتي اعمال التشيلرز بتاعت التكييف بتاعت المحطه، بس بيعملوا كونكشن وصلات بياكدوا عليها، ولانهم كمان بعد كده هيختبروا الخط دوت قبل الافتتاح اللي هو خلاص يعني على وشك ان شاء الله. يعني في حاجات معموله بالخشب، دي حضرتك بوابات التذاكر، بس هي بس عشان كحمايه ليها مغطيه لغايه الافتتاح للشال. ده بوابات التذاكر دي بالنظام المعهود عليها في المترو؟ دي لا، غير المتعودين المعتاده، بس دي تم استخدامها في المرحله 4 دي في عدلي منصور، في محطه عدلي منصور. طبعا المحطه دي 4 ادوار تحت الارض، احنا هننزل 4 ادوار مظبوط. حضرتك دلوقتي منسوب التذاكر طبعا، وده اول شبابيك التذاكر. فين شبابيك التذاكر؟ هو في ثلاثة تذاكر، مكاتب تذاكر. حضرتك اللي حضرتك الورق في الاخر خالص دوت مكتب تذاكر اللي في الوش ده، وحواليه 4 مداخل خارجيه، فهيخدم او 4 مداخل من الست مداخل. عندنا في مكتب صغير هنا اهو، وعندنا كمان في مكتب تذاكر اللي هو على الشمال قدام شويه عشان ندخل من المداخل الاقرب. فيعني عندنا كل مكتب في مداخل قريبه منه هيبقى اسهل على الجمهور ان هو يلاقيها بسهوله ويدفع تذكره وبعدين يتوجه للمكتبات للبوابات التذاكر. عندنا في اخر الدور ده حضرتك الوصله اللي ما بين الخط الاول وناصر، الخط الاول مرجي حلوان، برضو اللي في الوش دي بوابات تذاكر كده، دي مخصوصة عشان اللي جاي عايز يدخل من محطة الخط الثالث، محطة الخط الثالث اللي احنا فيها دي، وعايز يتوجه للخط الأول هيعبر من خلال البوابات دي يتوجه لل المحطة التبادلية. ما هي دي محطة تبادلية مظبوط، فكده عشان يتوجه إلى خط مرج حلوان الخط الأول. تمام، عشان ننزل المحطة بقى حضرتك هتتجه إزاي؟ هتتوجه من هنا. تمام، خمسة يعني اللي ده اللي فيه معظم السلالم اللي بتودي الأدوار ش
شايفين اربع سلالم متحركه هنا في الجزء ده اللي احنا فيه، صعود ونزول، وفي زيهم ورانا. فحضرتك في زيهم هنا برضو زي ما حضرتك شايفين كده. وعدد السلالم الاجماليه في محطه ناصر 23 سلم خرسانه و 37 سلم متحرك. السلالم ده رقم كبير ولا رقم كبير؟ لا رقم كبير حقيقه، ده رقم كبير للجمهور. طبعا المحطه هنا اكيد مراقبه في عدد اكبر، كل ما احنا بنفتح محطات كل ما بنتفادى المشاكل اللي بتحصل في ممكن لو في اي مشكله قبل كده بنعالجها. مظبوط مظبوط، وحضرتك لو باصيت فعلا هتلاقي ان في كاميرات متركبه بالفعل كده. ده الدور الثاني صح كده؟ ده كده الغرف مكتوب الغرف الفنيه الاول. ده المحطه اللي احنا ماشيين فيه هو مسار الغرف. يعني كده الراكب اللي هيقطع تذكره هينزل سلم متحرك سلم متحرك تاني. منين ما هيتحرك الجمهور هيلاقي سلم متحرك ينزله دايما الليفل اللي تحت. يعني احنا كده عشان ننزل المحطه يعتبر هتاخد اتنين سلم متحرك على ما تنزل لرصيف المحطه. المحطه هنا ده غير الخارجي. المحطة هنا مش مهندسة، أنا عارف إن هي بتخدم زيول هنا بشكل كبير جدا عن باقي المحطات اللي قبل كده. مظبوط. فممكن لو حد من أهالينا وإخواتنا من زيول هنا تمام يقدر ياخد الأسانسير من أول سطح الأرض لحد تحت، صح كده؟ أيوه، في أسانسيرين عندنا حضرتك، واحد من منسوب الشارع، واحد من منسوب الشارع. الجمهور يقدر يستخدمه. بس بنوري الاسكليت في كم اسانسير تقريبا؟ في اثنين. احنا دلوقتي وصلنا المنسوب الرصيف، وده هيبقى من ساعه ما حطينا التذكره في مكنه التذاكر، فاحنا نزلنا ثلاث مناسيب لغايه ما وصلنا لمنسوب الرصيف. دلوقتي برضو تم مراعاه في تنفيذ المحطه من ذوي الهمم ان احنا عملنا حسابهم في ان احنا حطينا بلاطات تاك تايم، هي بلاطه فيها كروز بحيث انه يعرف ان هو وصل لقرب فيبتدي يقف ويستنى البوابات لما تتفتح وبعدين يبتدي يركب القطر. حاجه جديده جدا في هي حاليا دي اول مره تستخدم في محطات المترو. طب ايه تاني موجود في المحطه بيتم نظام الاشارات والحادثه نفسها عشان نتفادى اي مشاكل في المترو؟ عايزين برضه نتكلم عن الحاجات الفنيه اللي الناس ما تعرفهاش. هو تم اضافات يعني في الخط الثالث عموما، في طبعا في اللوحه اللي بس هي لسه ما ركبتش حاليا على رصيف، اللوحه اللي هتبين القطر اللي جاي بعد كام دقيقه ورقمه ايه ومتوجه لفين، لان احنا كمان هنا في المرحله الثالثه دي هيبقى عندنا بعد ما تستكمل طبعا المرحله الثالثه بكامل هيبقى عندنا اكتر من اتجاه، الاتجاه اللي هيبقى هو رايح للمهندسين او الاتجاه اللي رايح ناحيه امبابه لغايه محور رود الفرج او رايح ناحيه المهندسين لغايه جامعه القاهره. فطبعا لازم يتم تحديد القطر اللي جاي ده هيروح فين، وكمان القطر نفسه بدا يبقى فيه ان شاء الله يعني هيبقى فيه الاسم عليه من على الابواب، هيبقى برده فيه محدد هو متوجه فين. احنا طبعا الهيئه الجمال انفاق عملت تجربه تشغيل تجديد صح كده؟ حصل. احنا بالفعل تجارب تشغيل في يوم 15/5، حاليا احنا في التجارب لسه ما زالت مستمره ان شاء الله هتستمر لغايه الباشمهندس يدخل معانا. كلمنا يا باشمهندس عن نظام الاشارات هنا، بس عرف نفسك الاول للناس. انا المهندس حماده الامير، ممثل المكتب الاستشاري سيسترا، تمام، مختص بالاشراف على الاعمال المدنيه والانشائيه. طبعا زي ما استكمالا للكلام اللي قالته الباشمهندس ايمن، احنا طبعا حاليا في منسوب الرصيف. حاليا في اللمسات الاخيره للاعمال التشطيبات، تمام، والاعمال طبعا تركيب الاشارات وتركيب اللوحات الارشاديه للركاب.
الرصيف طبعا الموضوع المراقبه، موضوع مراقبه الحركه للمترو وزمن التقاطر والكلام ده كله طبعا بيتم على احدث مستوى موجود. تمام، احنا حاليا طبعا في ايه، في المرحله اللي هي بتاع تركيبات الاشارات واللوحات، وان شاء الله ايه هتبقى ايه موجوده معنا استكمالا في مرحله الايه التجارب التشغيليه باذن الله. طيب احنا هنمشي برضو على الرصيف، عرفنا كده المفروض هنا في سهم، المفروض هنا في طابور، المفروض هنا لو حد من زاويه الهمم هيجي يقف هيعرف ان الرصيف اخره هنا فيقف. تمام، احنا طبعا يعني مراعاه طبعا يعني لاخواتنا ذوي الهمم، احنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نسهل يعني عليهم، يعني لو هو يستخدم لوحده قدر المستطاع. فعملنا طبعا الضغطات اللي هي انا شايف احنا في مرحله تركيب اللوحات احنا نبتدي فيها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله مكمله معنا طول فتره التشغيل التجريبي لحد ان شاء الله قبل الافتتاح يكون كل اللوحات الارشاديه الخاصه بمناطق السيدات مثلا، السيدات باماكن النزول لسلالم الطلوع والنزول. تمام، هيكون كل ده ان شاء الله باذن الله قبل الافتتاح. طبعا انا شايف برضو في جدريات مهمه في المترو بشكل عام وهنا بشكل خاص، الجدريات دي ليها معنى. طبعا احنا بما اننا المحطه طبعا محطتنا بمناصب الدار القضاء العالي، فاحنا طبعا الجدريه هنا بتعبر عن المكان اللي احنا موجودين فيه، مكان المحطه يعني قدر المستطاع. فاحنا طبعا ايه هنا الجدريه بتمثل لنا منصه طبعا الشكل الخارجي يعتبر شكل تقريبا مراقبه حتى المحكمه دي صوره للمحكمه بالظبط كده. منصه القضاء، ونفس الوقت طبعا الاعمده اللي هي الواجهه الخارجيه للمحكمه او شكل الواجهه الخارجيه لدار القضاء. التنفيذ الجداريه دي قالوا لي العالم فنيا، يعني انتوا بتستعينوا بمثلا بس ديكور او بس حاجه متخصصه قصدي؟ طبعا الكلام ده لازم بيتعمل له تصميم من الاول. يا جماعه احنا اخواتنا زمايلنا في مكتب التصميم، تمام، هو اللي هم اللي بيبقوا طبعا مسؤولين ان هم بيصمموا شكل الجداريه طبعا طبقا للمكان او الايه المحطه موجوده فيه، يعني اقرب مكان يعني، ويبقى طبعا في لمسه جماليه طبعا من مهندسين التصميم، طبعا بيكون لازم مختصين اكتر بالتصميم. بعد كده بناخد احنا بقى اللوحه التصميميه ديت بنعمل لها بنصنع عليها ايه شكل السيراميك اللي احنا بنركبه وبنجمعها في المحطه طبعا طبقا للايه للوحات اللي احنا شغالين بيها يعني. طبعا هنا الكاميرات انا شايف في انتشار لكاميرات المراقبه ونظام الانذار طبعا، صح كده؟ اكيد طبعا. كل المترو هنا كفاءته اعلى والاشارات احدث، فبالتالي خط المترو نفسه هيوصل بدري او فترات التقدم دي بتبقى مرتبطه بنظام الاشارات مرتبطه بنظام الاشارات طبعا، بس برضه مرتبطه طبعا بالحاجه كمان ان شاء الله، يعني دي برضه تاخد في الحسبان بعدد الاطارات اللي هتبقى شغاله معانا على الخط. حاليا هيبقى في توريد لعدد جديد من القطارات علشان برضو ايه نحاول نقلل زمن التقاطر على قدر الامكان يعني، خصوصا في المحطات اللي هي التبادليه طبعا اللي بيبقى عليها حجم الاستخدام بيبقى. احنا بنشكر حضرتك مهندس، واحنا برضو متابعين معاكم من محطه ناصر، دي احدث محطات الخط الثالث لمترو الانفاق، اكبر محطات الخط الثالث. المحطه دي هتبقى رابطه ما بين الخط الثالث والخط الاول، فطبعا دي محطه مهمه من المحطات المترو. الخط الثالث بشكل عام اللي هو المترو الاخضر هو خط مهم جدا في المترو الانفاق، لانه بيربط او يعتبر محور خط عرضي، فبيربط كل الخطوط ببعضها، وهيربط برضو مونوريل العاصمه الاداريه الجديده ومونوريل 6 اكتوبر، فهيربط كل مصر او كل خطوط النقل العامه ببعضها، فالخط ده ليه اهميه كبيره جدا.
جدا. طبعا الخط ده هيكمل المرحله الثالثه، هتكمل لحد هتخش جامعه القاهره وهتكمل لحد الدائري، ودي برضو ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيتم افتتاحها. حابين ناكد على حاجه مهمه جدا، كل الحاجات دي اشراف مصري، شركات وطنيه. فطبعا الموضوع احنا خدنا خبره كبيره جدا، الماكينه نيجاتيفي هي اللي كانت بتحفر، فده ايادي مصريه كامله 100%. بنشكر حضراتكم، كنت معكم سيد خلفية.